كل بنات، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم حياة كما العادة. البنات بزاف منكم طلبوني ندير لهم دويرة في الصالون ديالي والكوزينة ديالي اللي هما بعاد بزاف على بعضياتهم، وكناخد في الحقيقة مسافة زعما كتعذبني، كنتعذب ما بين الكوزينة والصالون عندي واحد المسافة هائلة زعما، والله العظيم كنتعذب ساعة ساعة ديال الطريق باش يلا غير كنوصل للصالون الكوزينة. كنضحك معاك البنات، كتعرف الكوزينة ديالي راه كاينه حدا الصالون، ما كاينش ما بعيداش. المهم غادي ندير لكم دويره فيها، نلبي لكم الطلب ديالكم، مع بزاف منكم طلبوني ندير لهم دويره في الصالون والكوزينه. المهم والبنات بغيت غير نجاوب من هنا، حيت هاد نقول لكم بلي راه لا بيغ اللي كنصور ديما موراه، كيكون مورايا ديما في الكوزينه، داك لا بيغ البنات خديته ب 250 درهم على ما اظن المترو، و باركين الخشب ديال الارض خديته ب 85 درهم المترو حتى هو. الحقيقه هذاك راه اللي في الحيط لا بيغ ناتشورال البنات، يعني كيجي مقطع هكاك، كتاخذوه من عند صحاب الكرانيت، صحاب اللي كيبيعوا المغبر والكرانيت، كيكونوا مقطعينه هكا. كاين الرقيق كاين الغليظ، انا خديت الغليظ. والخشب خديته بمسيو بريكولاج البنات، خديته بمسيو بريكولاج ب 85 درهم، راه باقيين عندهم زعما، كاين عندهم شي 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 حاجه زوينه. غير سيرو شوفوا البنات. ايوا فوالا، نخليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا البنات، من هاد الدخله كاين الكولوار، نخرج من البيت كاين الكولوار. هنا غادي نجي دغيا تو سويت، عندي الصالون، صالون في الكري. حقا انا ما هاد الصالون البنات درتو غير فصلتو انا بوحدي، لكن ما عجبنيش حقا، خصني نبدلو معاه داك السيد اللي فصلو ليا، ما فصلتوش ليا، ما دارش ليا الفينيسيون مزيان، عصبني وصافي. نعاودو ورا هاد الطبلة، انا اللي درتها البنات، درتها بيدياتي، ولكن الفصالة ديالها ما هي لا كولور ديالها عاجبني، ولكن الفصالة ديالها ما عجبتني، كنحس راسي بحال كاينة في شي كخاش وصافي. المهم تنشوف شنو غندير معاها شي حل. المهم هاد الطبلة انا اللي درتها عجبوني فيها هاد الموتيف، كيبانو ليكم الموتيف، وراه هي ديال ديك ديما حطاتش ديالو، راه ما لي طوموبيلات ديالو حاطه هذاك لو طابي كما في الكحل، ودايره عليه هادو، دايره هادو كلهم كنستعملهم دابا، عرفتو البرد هذا. صافي درت هاد الحيط البنات، الا كيبان لكم هذا راه ورق ديال الحيط، ورق ملصق، خديناه من برا البنات، جابوا معاه ولصق. وكتبان لكم هاد المرايه، هاد المرايه انا اللي درتها البنات، راها كبيره نورمال، مورانا قسمها على جوج، الا كيبان لكم قسمها على جوج، شوفوا هي القسمه، قسمها على جوج كتبان كبيره، انا اللي درتها. المهم شوفوا الريدوات، بدلت الريدوات درتهم في الاحمر والبيض، كانوا ما كانوش هكا، كانوا في الكري، درت بيض واحمر. فوالا، وانا نديكم شويه تشوفوا الهيهات، شوفوا هذا البيرو، البيرو ديال الراجل، الكتب اللي ما كيتقراوش 166 كتاب، حتى واحد فيهم ما كيتقرا، كيعجبوني الحقيقه، كيعجبوني الكتب نشريهم راه، ولكن ما كنقراش بزاف، نكذب عليكم، غنكون قارية شوج ديال القصص في حياتي كلها، انتي خريستوس الا كتعرفوها، وواحدة اخرى ما بقيتش عقلت عليها. المهم ها هما، هذا هو البيرو ديالو، ما فيه كيخدم، وهادو الشرجم، عندي جوج شراجم، عندي الضو بزاف داخل، ولكن الشمس ما كتدخلش عندي، غير عندي الضو داخل للدار. الطبلة دايرة فيها جوج ديال الكراتين، هاديك الطبلة من الصنع، هاديك الطبلة قلت لكم من الصنع ديالي، دايره فاش ديال الكورسونات كنغونجي فيهم كما كتشوفوا هنا. وانت حاطه هاد لي طابي في البيض، هادو راه خديتهم، والله ما عقلت، راه قال البنات من ايكيا، وقيله ايكيا من برا ماشي من هنا، من ايكيا. انا راه فاش كنمشي كنفرح، فاش كنمشي لبرا بالطوموبيله ما كنقدر نجي معايا بزاف ديال الحوايج، ولكن الا مشيت غير بالطياره ما كنجي معايا حتى زوجه، ما كنجيب حتى شي حاجه والو، عا كنتفقس وصافي. المهم هاد الغطاء ديال السداري، كل واحد منين جايباه، كل واحد جايباه من قنت. المهم ما كتشوفوا هذيك الشميعه ديالي كنطلقها مره كدير ريحه زوينين. فوالا البنات، وكاينه هادي هاد البودره اللي غلفتها بهذا، هذا واحد الديكور ستيل داروا ليا واحد القباط مسكين اللي عمر هذا، وهذا الحيط ديال لا بيير، لا بيغ ناتشورال كما كتشوفوا، حنا اللي طلعناه انا والراجل ديالي وحده بوحده، كنمد ليه وكان هو كيلصق، انا كنمد ليه وكيلصق التلفازه، وهداك الشيء اللي طايل فوق التلفازه، وهذا الموبل ديال التلفازه هو اللي غادي يبدل، فاقصني انا حتى هذا، فاقصني هذا، خسر ما بقاش بغا يتسد، مرضني في حياتي هذا الشيء مره باش كيسخن علينا الراس، كنديروا شويه ديال السبور
انا عندي هنا هذه اللي خديتها البنات، هذه خديتها ب 150 درهم، غزال اللي خديتها ب بريكوما خمسه هما هكا كلهم مجموعين ب 650 درهم. ما كانتش هذه في الاول ولكن انا عجبتني هذه، هذا اللوين دابا هو اللي خرج لامود، هذا ديال بحال النحاس زويونين الحقيقه. صافي هذا الحيط اللي قلت لكم، الحيط اللي البنات كيطلع غزال ولكن فيه بزاف ديال الخدمه. هاد لي بيير البنات اللي سولوني على الحيط، هاد لي بيير كيتشراو هكا مرصوات كافي صغار هكا، ما حرشين مرطبينش وكيجيو هكا شي خارج بعضو كيبان بحال 3 دي، كيتلصقوا بالسيما ولكن فيهم الخدمه بزاف. المهم ليكم المهم دابا البنات نوريكم الخشب كما كتشوفوا. هذا الخشب دايره خديتوه البنات، دايره خشب الدار خديتو من لاتيو شبريك، حتى كتلف لي انا بريكوم وبريكولاج كيتلفوا لي والباقي ما عقلتش منين واش بريكوم ولا بريكولاج. المهم لو بري ديالو خديت رخيص فيهم، كنديرو حيت البنات لاط كتكون بارده الزلج دابا البرد هذا. المهم هو فاش كيكون البرد كيكون سخون، فاش كيكون الصهد كيكون بارد زعما مزيان ديال اللي بغى يديروا. المهم راه رخيص ما غاليش، كاين فيه انواع، كاين الرخيص كاين الغالي. المهم نبداو هنا هاد الكراسة البنات اللي خديتهم من مسيو 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 مسيو. انا ديما نتلف في هذاك بريكومو بريكولاج، المهم واحد فيهم يا بريكومو يا بريكولاج هادو كيديروا 400 درهم. فاش خديتهم خديت 400 درهم الكرسي طوف الاحمر، وهذاك الحيط اللي كتشوفوا اللور تماعي حنا اللي لعبنا فيه وصافي درنا فيه يدينا لصقنا يدينا هكا وزوقناهم وصافي. لاوت البنات خديتها من برا كما كتعرفوا البنات اللي ساكن في برا راه ساهل غادي تصيفطوها مع تاخذوها وتصيفطوها مع الترونسبور الكار يوصلها لكم حتى لعندكم، تخلصوا واقيلا شي 10 دراهم الكيلو كيحسبوها بالكيلو. فوالا وغتجيو لهنايا درت جليج مع كنت دايره الباركي في الكوزينه البنات ولكن لو باركي مع الماء ما جاتش، درت تما جليج، درت جليج شويه كيبان شويه مغربي لي كارو دو سيمون ياك، وتفرقت ما بيناتهم بواحد لاباغيت هكا درت الكوزينه حتى تكفح فيها الماء ما كاين مشكل بعدا على الاقل، حيت البنات الخشب ما كيبغيش بزاف تجفف، ما كيبغيش الماء بزاف. الناس اللي بغاو يديروا الخشب راه ما كيبغيش تجفف بزاف، كيبغي هو غير بحال اكزومبل تجفف مره في السيمانه ويكون الشيفون ناشف. فوالا نجيو لهاد هادو اللي كنديرهم يوميا نفطر كنعمر فيهم، ماشي اتاي ديال الجنجمب ديال السكنجبير والحامض كندير يوميا وباش كنفطر دايره هاد لانار. ايوا هنا اش غنقول لكم، هنا كاين هذا فيه التفاح وشويه ديال الماء، والبنات دايره الغدا اليوم ان شاء الله دايره لي العدس مع لي مع القديد والعدس. اليوم اللي غادي نغدى تشهيتو في الحقيقه ولكن الوالده اللي غتطيب وحدي هي اللي كتعرف ليه احسن مني، انا ما كيصدقش ليا يا المهم كيصدق ولكن هي كتطلعو من يديها بنين راه عارفين انت والقديم. المهم دايره هاد لو غرانيت البنات ماشي ما غبغ هذا الغرانيت خديتو اش غنقول لكم ما عقلتش باقي الثمن ولكن غيكون شي 600 درهم للمترو، ولكن البنات راه ما كيخسرش الله يعمر، هذا راه حطيه فوق منه السخون البارد كلشي مزيان كيبقى ما كيخسرش مسيحه وحده وهو نكا وكيبري. خصكم البنات ولكن خصكم تاخذوا هذا شويه اللي كيكون غليظ شويه مع كاينين دوك الرقاق. دابا نوريكم الاخر اللي خديته في الدار، الاخر اللي خديته شريته مع الدار رقيق وخاسر ما كيبانش زوين، ولكن هذا اللي خديته هذا اللي شريته انا ودرته انا كيبان زوين. فوالا الجهه الاخرى عندي لا كويزين فيها جوج جوايه، فيها ديك الجهه كتدخلي من ديك الجهه وتدخلي من هاد الجهه، كاش كنبقاو نلعبو كاش كيقوليها كاع. فوالا انا وغنجيو لهاد الحيط البنات، هذا غير انا كما قلت لكم البنات هاد الشيء راه ما كيجيش دغيا زعما البنات اللي ما مكملاش دارها سي نورمال، حتى انا باقي عندي الديتاي في الدار حتى شي حاجه ماشي كلشي كلشي عندي كامل، لكن هذاك شي حاجه عندي ما كاملهاش باقا كنكمل بشوي بشوي. كنت ساكنه فيها البنات راه ما فيها ما يتسكن نكذب عليكم، كنت ساكنه فيها زعما غير ساكنه فيها وكنخدم فيها بشوي بشوي انا والراجل ديالي، ولكن ما كاينش كيدخل عندنا المعلم انا وياه كنا كنخدموا باش داكشي باش نخلصوا المعلم كنشرو به الماتيريال وكنخدموا انا وياه يعني عادي عاين تعاوني راجلك وكنقادو بشوي بشوي حتى قاديناها ساكنين فيها وكنقادو بشوي بشوي. كما كتشوفوا هاد الجليز راه عاد بيض عادي غير هو الا كي حط مزيان هو راه ملس ياك كنكتب فيه بهذا، الا عندي شي ميساج غنخلي لهذاك الراجل عندي ولا ولدي كيبقى يلعب فيه مره مره. وخديت هادو خديتهم كانوا رخاص كانوا في جيفي
جي في خديتهم من هادشي لقيت لصقو هكا ولصقتهم فوق هذا وجاو زوينين غزال وكنكتب فيهم كما كتشوفوا نكتب فيهم مره مره. ودرت هذا لولدي مع كيبغي يكتب لصق علقته ليه هنا درت ليه واحد الخيط ونعلقو هنا كيبقى يهز كيكتب كيعبر المهم صافي فوالا. هنا هاد البنات هاد الكوزينه هادشي ما كانش هادشي هاد لي مبل هادو اللي كتشوفوا فهنا هادو ما كانوش. الحاجه الوحيده اللي كانت هو هادوك لي مبل ومازال كانت ال هكا كما كتشوفوا كانت ال المقلوب كانت هكا هكا وحنا نشدوها خوينا تما وعمرنا هنا باش تكون عندنا زعما يكون عندنا لي سباس يكون محلول. المهم نخليكم هذا الميكروند ديال ايكيا خديتو من ايكيا ديال برا. كومونديتو كيما قلت لكم كومونديتو من بعد جابوا لي في في في, في الكار من برا. الحق رخيص رخيص وكاليتي مزيان والله عمرها دار غيكون شي خديته بشي 100 اورو ولا 150 اورو ما عقلتش باقي يعني 1500 درهم. الفرن البنات اللي هو يا سلام غزال في الحقيقه والله العظيم البنات زعما اللي بغات تضيع الفلوس وتاخذ شي حاجه غير ما غتخسر ليها توت سويت الله ما تاخذ شي حاجه مزيانه. خديت الفران بوش لقيتو رخيص داير ليه شي 40000 ريال خديتو باغ سيت يعني باغ انترنيت كانوا دايرين ليه شي 40000 ريال وانا نقول مزيان همزانيت هادي وانا ناخذو من برا عاوتاني لا ميم شوز ما عرفتش ما عقلتش باقي لو سيت ما تسولونيش على سيت ما عقلتش على حتى هادشي راه قديم شحال هادي راه دابا شي 4 سنين وخديته. ولكن في الحقيقه البنات راه كيغسل راسو بوحدو زعما مهنيني من راسو كيغسل راسو بوحدو كنطلق كنسالي منه وكنطلق ليه كما كتشوفوا راه كاينين لي بوزيسيون. ها هو واحد حيت واحد السيده سولاتني مسكينه على الفران قالت لي عافاك كي داير تيستعمل هاد الكاميرا ما كتبين حتى الزفته والضو كثير كما كتشوفوا هاد لا بوزيسيون هذا انا غندير لكم ها هما في كاينين ها كيبان لكم شي نقيطات هنا هادو هما ديال الغسيل كديري زعما فوكس على الكاميرا الله يهديك كديروا لا بوزيسيون واحد الا كان مسخ شويه لا بوزيسيون دو الا كان مسخ موين ولا بوزيسيون 3 الا كان مسخ بزاف شفتوه. وانا الحلوه ديك السيده اللي سولاتني نجاوب عليها قالت لي عافاك الحلوه كنطيبها حبيبه على حسب الحلوه راه كل حلوه وكيدايره كنطيب انا الحلوه نورمالمون على 180 على تقريبا جميع الحلاوه كيطيبوا على 180 و الساعه ما محقاش فيه كما كتشوفوا انا فاش كندير حبيبه كندير هاد شالور تورن ايكو 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 كندير هاد ايكو مكتوبه هنا ايكو الا كتلاحظوا مزيان الكاميرا ما بغاتش تفوكس مثل لاتينا كندير ايكو كلشي تقريبا كلشي التياب ديالي كنطيبو غير بهاد ايكو زعما اقتصادي صافي. هذاك الشيء الاخر هادي نورمال هاد النقيطات ديال الماء اللي كيبانو هنا فاش حبيبه كتبغي تغسلي الفران غادي تدوري جهه هاد الشيء هكا باش تجي هاد النقيطات اللي كاينه ومن بعد تجي لهاد البلاصه تستي لا بوزيسيون اللي عندك واش عندك عير شويه مسخ مويان ولا مسخ بزاف وصافي كتسدي عليه راه هو غيتسد بوحدو. فاش كتسدي عليه هو كيتقفل فيه واحد اللعيبه هنا ما توش كتبان لك هي شتا واحد اللعيبه كيتقفل ما كيبقاش يتحل حتى كيسالي الغسيل ديالو. الحق راه كيهنيني من راسو الحق ديما نقي ديما مغسول. المهم هاد ديك غير اللي ما كيبغوش ولاد الذين يتبقوا خصني نشوف لهم شي حل كي واخا كيبقاو كحلين دابا هما نقيين ولكن كيبقاو اللون ديالهم كحل ما كيرجعش اينوكس واقيلا مع السخونيه ما عرفتش. ولكن المهم البنات اللي بغات تاخد شي فران الله العظيم ما كاين ما احسن هذا يغسل راسو يهنيك من راسو ديما نقي ديما مغسول. الفريكو ديال ديك راه لا علاقه لل ما عجبنيش هذا الفريكو غير تيكون عندي شويه ديال الفلوس نبدلو فيه حاطه فيه غير هذا دار ولدي وهذا التصاوره ديال ولدي فاش كان صغير ماشي دي طايب شي وحاطه فيه استعمال الزمان ديالو والعطله ديالو. الفريكو راه شي حاجه زعما عاديه ماشي حاجه غير فيها البنات هذا الفريكو باش تزون فيه هادي ديال مود واحد المود ما كتخسرش فيه الخضره ولا لي ما تخليهم فيه بزاف مده طويله ما كيخسروش. داكشي كنتقدا انا مره في السيمانه حتى لبعض المرات كنتقدا غير مره في جوج سيمانات كتبقى الخضره فيه فريش طريه ما كتخسرش زعما مزيان فيه هادي كتشعلي هاد البوله هنا زعما غزال والله. وفيه هادي كتزدي زعما البروده ولا كتنقصي البروده. المهم فوالا نصور لكم من بعيد باش تشوفوا كيفاش شفتوا عاود حتى هي ماكينه الصابون حتى هي الله يعمرها دار البنات هاد ماكينه الصابون خديتها حتى هي من اسبانيا. انا راه كنقول لكم راه عزيز عليا نمشي بالطوموبيله نهار كنمشي بالطوموبيله كنفرح مع كنقدر نجيب معايا داكشي حاجه نتقداها تما رخيص كما كتعرفوا تما راه داكشي عندهم رخيص على ما كيبان لي انا داكشي رخيص. بعد انا ما غاديش نشري ماكينه سامسونج وهنا في المغرب راه سامسونج هادي ما عرفتش كتبان لكم شفتوها غادي نشريها المغرب سامسونج
وشي كاليتي مزيانه وايكونوميك، زعما راه كتقتصد في الموضوع غتشريها ب ب 50، ما ظنيتش حقا ما غاديش تلقاها ب 50 حيت انا كنشوف لي ماكازا. المهم خديتها حتى هي ديك الساعات فاش جبت الفران وهداك جبتهم معايا، ما باش غتقول لي الديوانة ما مرضوكش ديك الساعات شحال، دابا شي 4 سنين الديوانة ما كانوا كيقولوا واقيلا والو، ما عرفتش دابا واش باقي ولا لا. المهم انا وقت ما مشيت راه كنتقضى وصافي، مع كنجمع شويه ديال الفليسات، وقت ما مشيت كنخدم. المهم راه غزاله راه فيها كتهز 7 كيلو كما تشوفي هنا مكتوب على 7 كيلو 7 كيلو. وهذه ديال الخبز اللي خديتها تايا مبرات لك، وانا كنتقضى كلشي. كانت عندي الطوموبيله زعما كبيره، ما عنديش صغيره، كان عندي كبيره زعما فيها الكوف كبير كاين فين نحط. وهادو لي طاجر اللي خديتهم عند ايكيا حتى هما حاطه فيهم هاد القريعات، معمرهم دايره فيهم لي بات وداكشي اللي السكر وداكشي. هاد البنات خديتهم هادو، خديتهم واحد لماكازا ما عقلتش باقي على السميه ديالها من 30، خديتهم هادو 4 هكا ب 100 درهم غزالين، ولكن راه ما كيخسروش زعما هاد لا ماتيير، انا ديما كتخسرش والله العظيم غزالين، ما عقلتش باقي شنو سميتها. وهادو خديتهم كلهم، غير كل وحده منين خديتها صافي غير عمرت بهم لا الطاجيره وصافي. فوالا نجيو هنايا، هادو خديت ها برا هاد المبلى البنات درتو، غير انا مشيت عند مالين حيت هادشي فين هنا ناري كما كتشوفوا راه غير عند مالين لي موبل اللي كيديروا البلاكارات، وقلت ليه شنو بغيت وجا عندو عبر ليا ودار ليا هادشي. انا خديت هاد بلا ما نحل لكم بلا ما نحل لكم المزر حيت راه غادي تهرب، راه فيه الروينه والعصيطه كي اونكاستريها شتو، ندير فيه داكشي ديال العطريه وداكشي لي كاين الاخر حتى هو فيه داكشي ديال الحلوه. ولا ما نحل لكم البلاكارات حيت راه مروني، حتى لشي نهار وندير لكم شي فيديو نجمعوا فيه الروينه. المهم هادي البنات، هادي بلاك انديكسيون ياك ديال الطياب، هادي البنات خديتها ب 100 اورو ومع كنجيب من برا، يعني عندك التيفيا الا دخلتي المغرب عندك واحد التيفيا 20% ما عرفتش 20% ولا 10%، وكت زعما كيرجعوا لك شويه ديال الفلوس الا دخلتي بالماطري شريتي الماطري من عندهم تما كيرجعوا لك شويه ديال الفلوس. وتقنت عليا يعني بشي 50 اورو، كان فيها لا غوميز ديجا وداكشي اللي ردوا عليا، يعني تقنت عليا بشي 50 اورو. كاين البنات ما كتخدم الا في الانوكس، يعني لينوكس كتخدم غير في الانوكس، ما كتخدمش شي حاجه من غير الانوكس. ولكن البنات الله يعمرها دار في المسيح شيفون وهي نقات بلا ما تمحني راسك من زيد حك حك عاود. المهم زعما ما كتعذبش، وحتى فيها الدريس صغار كتقول لي الدريس رقيتوها فيها هادشي مود سيكوريتي، يعني ما يقدرش اصلا يقيسها، هي راه فاستر وتينا ما بغيتيني تقالت عليها ما تحلش. فوالا هادشي اللي واخده هاد الساعه، ما عرفتش الزوج ديالي منين جاب الله اعلم. باش ما تبداوش عليا بالتعليقات خايبين، هذاك الفوق البنات هذاك غير كنحط فيه غير كوكا، وهذاك القرعه اللي كاينه تما راه غير لاصوص سوجا هكاك، وهذيك غير قرعه خاويه وصافي حاطاها كنحط فيه نورمالمون كوكا والماس، وحط فيه غير الديكور وصافي. الفوق عندي خاوي ما لقيت ما ندير فين نحط فيه هذيك. البنات بلا ما نحل لكم البلاكارات تشوفوهم حيت راه مرونين ما مستفينش مزيان، راه غير الكيسان، يعني انا ما عازلش ما يعني وما عند ضياف كلشي كناكل في ماعن وحدين وصافي، ما 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 عازلاش ما كاينلاش نعزل، ما عنديش الدار كبيره فين نعزل اصلا. وهذه لا ماشين ديال الكافيه، وهذه ديال فاش كنحطوا القهوه لا ماشين الكافيه، وهذه حتى هي هذه وليدي اللي خداها كان عنده مسكين واحد 300 درهم ويقول لي بغيت هاد لا ماشين كدير القهوه كتخلطي فيها نسكويك مع الحليب، وخداها بفلوس هو مسكين. وهذا خديته من ايكيا حتى هو ما كيخسرش البنات، اينوكس هذاك النهار توقع ليا فيه مشكل حطيته فوق البوطه وما عقلتش انا شعلت البوطه ومشيت وواش عليا زعما الانوكس فري ما كيخسرش والله البنات. وحاطه فيه هادو كلينيكس، وحاطه هاد لابلونط ديال البلاستيك هنايا، هاد الجليجه البنات بالنسبه اللي كتسولني على الجليجه، الجليجه خديته من هذيك الماكازان اللي كاينه في تاسيلا ديال الزليج، خديته من عندهم واقيلا بشي 180 درهم للمترو، ولكن راه غزال زعما غزال زويون عاطي الديكور. هادي هي ديال الماعن، ما عرفتش شحال هادي واش كاينه اصلا ولا انا غير يلاه اكتشفتها، هادي جا كتحط فوق منها الماعن خديت منها جوج زويونه يا البنات. كتشرب الماء واخا كتبان لكم هكا ولكن راه كتشرب ماء غليظه، كتهز الماء زوينه زعما هناتني كل مره كنت حاطه شيفون هنا خايب وداكشي. هاد لو ديكور اللي درتو خديتو بجيفي، انا والو زعما ما كاينش شي حاجه سبيسيال في البلاكارات غير لافابو ديالي. بلاكارات هنايا كما كتشوفوا البلاكارات. البنات قلت لكم راه هذاك الغرانيت اللي هاد الغرانيت اللي كيجي في الديور هذا عيان، كتشوفوا هذا الفرق، هذا رقيق
ملصقين جوج اون بلوس الكاليتي ديال العيانه ما زعما كتحط فوق الماعن كينشفو كيخلي لا طراس ديال الماعن ماشي بحال الاخر اللي كتشري واخا غالي شويه ولكن راه زوين في الحقيقه هذا شفتو الكاليتي ديالو ديجا فيه لي طاش فاش كديري فوق الماعن ينشفو كيبقى داك الماء ديالهم فاش كينشفو كيبقى داك لا طراس ديالهم كيجي عيان في الحقيقه يعني هذا الاخر غير خذوا الاخر حسن للبنات حتى انا مازال هذا غادي نبدلو ان شاء الله مجوره هادشي بلاكارات زعما ما زعما داكشي عادي سامبل وهادو اللي وحتى هادو البنات اللي خديتهم من ايكيا هادو كديري فيهم العطريه هكا كيلصقوا اينوكس حتى هما كيلصقوا هكا في لاوت كيجيو غزالين زوينين انا كيعجبوني الوالده ديالي هذيك الوالده ديالي جالسه كتقرا مع التلفازه راه كتسمعوا واقيلا التلفازه من ديك الساعه راه جالسه كتقرا المهم ما كاين شي حاجه زعما صافي هاد لو بلافون ولا ندير لكم واحد الدوره شرفيه ولكن ما كتشوفوا شي حاجه عاديه ماشي زعما لكن البنات غير مشكله اللي عندكم الكوزينه محلوله مع الصالون كيولي مشكل كبير شفتوا هاد البلاصه فاش كنقول لكم راه باقي داكشي بحاجه ما مقاداش في الدار بحال دابا هاد البلاصه خاصها مورص ديال الكرانيت خصو يدار هنا يتسد تما مع باقي اللي ما كنفكر مع هو مسكين الخدمه وهادشي ما كيساليش بزاف غير وقت ما عنده شي وقيت كيقاد فيها كيخدم فيها كنت كنقول لكم كاع المهم الكوزينه قلت لكم مع الصالون خصها ديما تكون مجموعه مع كتعرفوا الا دخل عليك شي حد خص ديما الكوزينه تكون مجموعه هادشي هو اي فوالا البنات نتمنى لكل الفيديو عجبكم ونتمنى تكون استفدت من عندي شي حاجه اي فوالا كما كتشوفوا البنات راه ماشي اي حاجه بغيتي ديريها راه كتجيب شويه بشويه دقه دقه ما كاين حتى شي حاجه كتجي دغيا حتى شي حاجه كتجي بالزربه يعني غير بشويه بشويه اللي عندها دارها تقدا غير بشويه بشويه كل مره دير حاجه كل مره دير حاجه حتى كانت تساليها ماشي ضروري انها دير كل شيء في دقه واحده ما كاين حتى شي حاجه كدير كتجي في دقه واحده اي فوالا نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو اخر باي باي.